أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: ما الأذكار المشروعة بعد صلاة الفريضة وبعد الوتر؟ وفي الختام: ما الأذكار المشروعة بعد صلاة الفريضة وبعد الوتر؟ الأذكار المشروعة بعد الفريضة هي ما ثبت في الحديث من أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول وهو مستقبل القبلة: استغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول أيضا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وبعد صلاة الفجر يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. وبعد صلاة المغرب كذلك يقول هذا الذكر 10 مرات، ثم يقول بعد كل صلاة بعد التهليل المذكور: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل كلمة 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد صلاة الوتر فالذي ورد أنه يقول بعدما يسلم: سبحان الملك القدوس، ويكرر ذلك 3 مرات. نعم.